التواصل يستمر متابعينا الكرام، والتحية متجددة بحضراتكم مع انطلاقة شوطنا الحادي عشر في هذه الأمسية، ويعتبر أول أشواط الصعوب الإبكار. نسير إلى المقدمة ونتابع المقدمة والصدارة الأولى، هذه هي الشاهنية. ناصر بن سعيد بن مبارك بن عايد الاكتبي ينطلق على الصدارة، بينما المركز الثاني من الجانب الآخر في هذه اللحظات المنطلقة، هناك في هذه اللحظات جمايل علي بن حمد بن محمد المري، والمركز الثالث اللي تتواجد في متابعينا الكرام الشاهنية فالح بن عبد الله بن مبارك الاكتبي. الله يا الثنائية، بعدا عن المسافة، بعدا عن بقية المراكز الخلفية، ونعود إلى الصدارة، نعود إلى الشاهنية. هذه هي الشاهنية على المقدمة الأولى، ناصر بن سعيد بن مبارك بن عايد الاكتبي صاحب بفضل توقيت، هذا الشعار في الأسبوع الماضي ينطلق في هذا المساء مع الصدارة. والمركز الثاني، هذه هي جمايل على المركز الثاني، علي بن حمد بن محمد المري. الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الأداء، على هذا الرقص المعتاد، وسلام يا العين، سلام يا العين، سلام سلامي على هذا الأداء المتميز. لحظة وصول الشاهنية لناصر بن سعيد بن مبارك بن عايد الاكتبي، على هذا الفوز المركز الثاني اللي احتلته جمايل لعلي بن حمد بن محمد المري. والمركز الثالث، المركز الثالث اتت فيه اللي هي المايدية، محمد بن سعيد بن راشد بن سعيد المزروعي هو من احتل المركز الثالث. هكذا نتيجتنا متابعينا الافاضل، ونعود بالتهنئة الى مالك الشاهنية. التوقيت الزمني دقيقة واربعين ثانية، توقيت متميز الذي تدون تحت اقدام الشاهنية لناصر بن سعيد بن مبارك بن عايد الاكتبي. تهانينا على هذا الفوز، وسلاماتنا الى اهالي مدينة العين، خصيصا اهالي ملاقط هناك، على هذا الفوز والانتصار التي حققته الشاهنية في ناموس الشوط الأول للإبكار الصعوب.